النهارده عيد ميلاد فاروق جعفر، لما بتسمع اسمه ايه اكتر حاجه بتفتكرها؟ هو ناقد كويس ومحلل كويس، يعني من الاخر بيفهم كوره. هو راجل محترم يعني، كل سنه وانت طيب. قدم للكوره كتير بصراحه، وكان منافس الخطيب في الفتره اللي هي ساعتها. احترام طبعا، هو انا اهلاوي جدا، وبس عشان هو زملكاوي، بس احترامه ما فيش واحد في مصر يختلف عليه يعني. هو كل سنه طيب يعني. ان كابتن فاروق من اطيب وانقى الناس اللي ممكن الواحد يتعامل معاهم في حياته. كابتن فاروق شخصيه محترمه، شخصيه عنده راي وتحليل فني، زي ما بيقول ايه، خلينا نتكلم كفنيين، دي الكلمه المعتاده بتاعته. كابتن فاروق من انقى الناس ومن اشهر الناس في التحليل الرياضي طبعا بعد ممارسته لكره القدم. هو كان بيضايقنا كأهلوية. الاهداف بتاعته اللي كان بيجيبها لما كان في نادي الزمالك، بيلعب في نادي الزمالك. في لعيب معين بيفكرك بفاروق جعفر او بتحسه خليفته في الملعب؟ سبع شهور شويه، يا عبد الله السعيد وابو تريكه صالح جمال. هو كان شويه عبد الله السعيد يعني، مش حد. طيب حامد. فاروق جعفر كان موقعه ايه في الملعب؟ نص ملعب، وقال خط النص على ما اظن، حاجه زي كده. باكات. نص ملعب مدافع. كان نص مهاجم، نص ملعب مهاجم. نص ملعب مدافع. خط وسط. فاكر لقبه كان ايه؟ ملك النص. ملك النص. تقريبا ملك النص. ملك النص. ملك النص. كان ملك النص يعني، كابتن فاروق كان خط وسط، وكان من امهر اللعيبه اللي جت في مركز خط الوسط في مصر.